ينطلق الآن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام الشوط السادس شوط الخيل المهجنة الأصيلة في مسافة 1200 متر تصنيف 55 إلى 75 الانطلاق والمركز الأول. أعطونا على المركز الأول يبدو لنا الجود يس ويكند ريم على المركز الأول وعلى الصدارة. التحركات الخارجية للجود روندلي أو إنكريدبل الآن لحسن بن علي المطوي. التحركات أيضا مع هاريز دانسر على المركز الثاني وعلى الاندفاع. التحركات هاتشت هاري للشيخة سارة بنت مشعل بن حمد الثاني على المركز الأول. المركز الثاني للجواد هاريز دانسر على ثاني المراكز. يس ويكند ريم في المركز الثالث في اندفاع قوي الآن رقم 10. المركز الرابع لرقم 1 أريانا لشعل بن خليفة الكواري. والمركز الخامس رقم 12 الجواد دارك لايت. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة مع اللوجيكال الشيخة سارة بنت مشعل بن حمد الثاني على الصدارة وعلى المركز الأول. هاريز دانسر في اندفاع قوي الآن والقادم الجواد رقم 7 أوتم سان رايز في اندفاع قوي الآن والقادم من الجهة الخارجية. كاترس على المركز الثاني الآن في محاولة قوية. التحركات الآن مع إنكريدبل في تقدم الإنكريدبل على الصدارة وعلى المركز الأول. حسن بن علي المطوي إنكريدبل لحسن بن علي المطوي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني رقم 3 كاترس ليوسف عبد الباسط الشيخ. إذن متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام المركز الأول الجواد رقم 8 الجواد إنكريدبل لحسن بن علي المطوي. المركز الثاني رقم 3 الجواد قاترست ليوسف عبد الباسط الشيبي. المركز الثالث للجواد رقم 9 رجم لمبارك عبد الله المعضادي. المركز الرابع رقم 1 أريانا لشعيل بن خليفة الكواري. والمركز الخامس رقم 7 أوتم تنرايز للسادة مربط الطارق. تهانينا والف مبروك.